ده براء بكر فروج. الله يبارك فيك، عرفتي منين؟ حبايبنا بره كتير يا دكتور، وكلهم مستنيين خروجك بألف سلامة. مبروك. اخرج من مكتبك زي ما قلت لك، ده المكان الوحيد اللي مش هتبص فيه على ظهر السنه دي ولا هتركز على تاريخ الصلاحيه. عايزك تقلق خالص. ها دي بلوجة بكى باي. ازيك يا دكتوره سماح؟ الله يسلمك. هي اوراق سلمى خلصت ولا ايه؟ خلاص، اخر ليله ليها هنا النهارده. خساره، والله توحشيني يا سلمى. عايزه الحق، انا ما كنتش عايزاكي تمشي اساسا، كنت شايله عني حمل كبير قوي. وانا كمان ربنا يرزقك بحد خريج طب سوابق. مبروك يا سلمى. الله، صحيح في حد جه سال في الاستيفاء عشان يعرف هتطلعي بكره الساعه كام؟ مين؟ حد مين؟ لا ما قالش. انا قلت بس اعرفك عشان الورديه بتاعتي خلصت وهتكل على الله. بس انا وصيت عليكي رئيفه، هي هتاخد بالها منك. كده كده هي هتشقر عليكي وهي بتسكن الورد الجديد الزنزانه. هتعوزي مني حاجه؟ اه، كان في حاجه كده عايزه اخدها معايا، حاجه صغيره. حاجه زي ايه؟ حاجه صغيره بس كانت معايا هنا في السجن وعايزاها معايا. خلاص ابقي وريها لي الصبح ومقضيه ان شاء الله. أتكل أنا بقى على الله. السلام عليكم. مع السلامة.